راك ندير في النهار ولدي، راك بحبابك وداروك مشرد ولدي، وبخوتك وداروك مشرد ولدي. بنيتي خدام بخدمته وخرج من الخدمة ومشى يتعشى، تعشى وعاد راجع وضربوا من الطوموبيل. قبل اللي جاو البوليس وجاو كل شيء حطوا ولدي مشرد، ولدي بنتي ما مشرتش، ولدي بوالديه، ولدي هازني كاري ليا انا الغالب الله، انا مريضه ومسكره، ولدي اللي هازني، ولدي اللي كيصير عليا بنتي. كنطلب من جلاله الملك محمد السادس يدخل لهذا الشيء ويشوف ليا ولدي وما يقولوش ليا على ولدي مشرد، ونطلب من الناس المسؤولين يطالعوا بولدي ويعطيوني في حق ولدي وما يبدرونيش في ولدي. ولدي سيكريتيري دار الثقافة في مراكش حدا باب دكالة، وخرج ولدي مشى تعشى وجاي، ومشى ولدي تعشى وجاي يا بنتي. مات في البلاصة، ولدي مات في البلاصة، وولدي مات مع 11 وما عيطوا لي حتى السبعة الصباح. هذا منكر، هذا منكر، هذا منكر بنتي، المنكر هذا بنتي، المنكر هذا. انا ماشي ما جا عندي حد، مشت حد، قالوا لي ضربوا شي واحد لاعب ديال الكره، وجاب خوه عنده 14 عام قال لي هو اللي كان سايق الطوموبيل، هو اللي ضربوا، ما ضربوا حتى واحد بنتي. انا ولدي هازني ضاع لي ولدي، مشى ليا جا عندي حتى واحد بنتي، مشت بنتي حتى واحد، ضاع لي ولدي. كنطلب من الناس المسؤولين دفنتو راسي. مشيت صيفط الطباء، صيفط الناس، ما بغوش يديوني، قالوا لي فيك السكر طيحي لينا تما، خلاونيش بنيتي نمشي. قالوا لي سيري قعدي وحنا غنجيبوه، مشاو الناس خرجوه وجابوه لي، جابوه لي في الصندوق، جابوه لي في الصندوق بنيتي. وصيفط العماريه من هنا بنيتي، وصيفط بنيتي، صيفط الطوموبيل مزوقه لولدي. كنطالب حقوق ولدي وما يكتبوش على ولدي مشرد، ولدي ما مشردش، كاين لاكارت ديالو، كاين الحاله المدنيه بوالدي بخوتو، عاوني على خوتو، هو اللي عنده الشهاده ديال الخدمه بكل شيء ليه. شوفي ولدي، كنطالب حق ولدي، كنطالب حق ولدي وما يكتبوش على ولدي مشرد. بقى فيا الحال، ما عيطوا ليا بوليس، ما عيطوا ليا جدرميه، ما عيط ليا بنتي حتى واحد. تا جاو غير واحد الولد خدام معاه اللي جاتو الخبر، قالوا لي هشام تضرب في الطريق، ضربوا واحد اللاعب ديال الكره البارح، اللي عيط على امو، اللي جات امو لعندي قالت يا ولدك مات، قلت لهاش قتل ولدي، قالت يا ولدي مات، ضربوا واحد قتلو صافي. قلت لهم سيرو، عيطت غادي يردوني من الشانطي، قالوا لي ما تمشيش رجعي، نسمح لهم كون جاو، كون عطارفو، كون عطارفو، كون عطارفو بولدي، وقالوا حنا اللي ضربناه، ما يكتبوش على شوفي، ما يكتبوش ليا، شوفي، ما يكتبوش ليا على ولدي مشرد، ولدي بلود الحفظ ناقي، حاجة من عند الله، هو لا فلوسو، كيتعنى بفلوسو، أنا كنتعنى بالله، كنتعنى بالله سبحانه، وكنطلب من جلالة الملك محمد السادس يدخل في هذا الشيء ويشوف شنو كاين، ونطلب من الناس المسؤولين يدخلوا في هذا الشيء ويشوفوا شنو كاين، وما يكتبوش ليا على ولدي هبيل، وما يكتبوش ليا على ولدي مشرد. انا راه عندي 5 ديال الاولاد كيجري عليهم، هذاك الدري هو اللي عندي، هو الكبير عندي، هو الكبير عندي، هو اللي انا مريضه، انا مسكره، خلص عليا راه النهار 3 عقد معايا باغي يتخلص، ويجي يخلص ليا الفاكتورات ديال الماء والضو. قال لي امي انت نهار 3 نتخلص ونروح عندك في العشيه، نهار الاربعاء نخلصهم ونمشي لخدمتي. ما يمكنش يا بنتي يكتبوا لي على ولدي، ما يمكنش يا بنتي، شواوني في ولدي، شواوني يا بنتي في ولدي، شواوني 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 شواوني. اخبار أليمة، اخبار كارثه خايبه، ما يقدرش واحد يتحمل هذه الكارثه. انا كون بينوا لي ولدي نعطيهم معرتاش، انا كون جبدوا لي ولدي وجابوه لي صحيح، نموت انا في بلاصته وما يموتش هو. هو اللي هازني، هو اللي كاري ليا، انا عكاري كنخدم معاه بكتافي، لا الله هو هذا داير معايا نهار 3 ولي غادي يجي يخلص لي الكرا والماء والضو. هو الكبير في الوليدات وخدام دار الثقافه حدا الولايه سيكيريتي، كنطالب الحقوق ديالو ما يتهضموش. ما جا عندنا حتى واحد، ما جا عندنا، ما شنا حتى واحد، مشينا صرفنا روسنا، جينا لجبت روسنا، خدمنا روسنا، ما كاينش اللي قال لينا حتى البركه في روسكم من جهه هذا الولد. كانوا هما جوج قال لك دايرين مسابقه بيناتهم، هذاك اللاعب وواحد الطوموبيل اخرى دايرين مسابقه بيناتهم، تفاوت على واحد البنت بموطورها ضرب لي ولدي انا، كان عيب وحده هذيك الساعه، واحد هذاك هذاك اللي جاب لنا الاخبار غير صاحبه، هذاك تيخدم بالليل وهذاك بالنهار، مني سمع الضربه خرج لقاه هو. ما
مرحوم الله يرحمه، بحال قلتي من العائله، بحال قلتي خويا كلشي، هو ساكن حدايا وانا اللي ديتو لهذاك المقر العام الخدام معايا سيكيريتي فهمت. واش غنقول لك هاد الناس هادو المتشرد وداكشي الله اللي غادي يخلصهم. الدري خدام معايا، خدام معايا في شركه، ها الشركه ديال السميه، ها هي نقلوا انتم من هنا اسم ديال الشركه. هما واش غنقول لك هاد الناس هادو تنطلبوا منهم حنا العداله وصافي. هذيك الساعه سالا خدمته غادي للدار، تيخدم هو بالنهار، انا صاحبو تنخدم معاه بالليل. الساعه 11 12 جديده 12 12، اقسم بالحساب تيسالي مع السبعه، هو تيخدم 12 ساعه من السبعه ديال الصباح حتى السبعه ديال العشيه. يا هذيك المهم انا جيت دخلت السيرفيس ديالي هو هذاك مي قاد ديك 12 حتى تنسمع الكسيده، هذيك اكسيدو بحال اللي قلتي قريبه لينا حنايا، البوست ديالي هو هذا، راه الشانطي 11 يناير راه معروف، دار الثقافه راه معروفه. حنقلت انا الحيط مشيت شنو كاين تنشوف انا في الدري شتو ما عرفتوش، اش فهمتي مضروب واحد الضربه خايبه هنا ما عرفتوش. عاد شويه تنقلبوا لقينا التليفون ديالو طايح مشتت، وجهو باين مضروب غير هنايا هاد الضربه هنا. دابا الدري تهز راه نقلات هذيك الطونوبيل بحال اللي قلتي واحد 30 متر ولا شناهي، 25 متر ولا 30 متر. السيد تهز تحط عشي تيعاود لي انا، السيد شاف بعينه السيد اللي اتصل بالبوليس هذيك الساعه فهمت. المهم البوليس حتى هما داروا الاجراءات ديالهم، ما كملوش الاجراءات ديالهم، الله اللي غادي يخلصهم. الطونوبيل لا هربت في البلاصه، انا خرجت ما كاين جوج دقائق خرجت انايا، قلت لك تنعاود لك راه حدا العمل ديالي ماشي، افارقنا الصور افارقنا في هذا الشانطي هذا هو اللي غادي الطريق رقم 8 الطريق الوطنيه رقم 8 ضربوه هرب. المهم الشانطي فيه الكاميرات فهمتي. دابا هذاك السيد اللي شاف كل شيء بعينيه هذيك الساعه دور واحد خو ولا صديق ديالو بوليس قال لي ها كاين وها كاين، واحد السيد راه ضرب واحد المرسيدس كحله ضرب السيد راه زاد. راه كاين الكاميرات؟ لا ما شافش، شاف الطونوبيل صافي، شاف الطونوبيل وكاين ما كايناش واحد ثلث ساعه 25 دقيقه جاتنا الهضره. هذاك البوليس ولا اتصل بالسيد قال لي ودي راه شدينا هذاك السيد، والشانطي راه عامر كاميرات راه ماشي راه 11 يناير. لا ما سلمش راسه هو هرب، كون بيسلم راسه كون خلى الطونوبيل واقفه تما فهمتي، كون بيسلم راسه كون خلى الطونوبيل واقفه تما يهرب هو، هو القانون تيقول ليه هرب سير ديكلاري. هو هرب ضرب سيد وهرب، ضيعنا في ولد عائله الله اللي غادي يخلص وصافي. اش اللي يقول بنات، المهم هو هذا. انا اختي شغنقول لكم، هشام خويا مشى ضاع، مشى مات، قتلوا هذاك السيد ضربه بالطوموبيل هرب، قال بيغطي ما عرفتش شنو بيغطي، اش بيغطي الله اعلم. ما عيطوش لينا، ميت هو مع 11، ما عيطوش لينا حتى 7:30 ديال الصباح، وما عيطوش لينا هما، عيطوا لينا الناس الدري اللي خدام معاه هو اللي عيط لينا، ما عيطوش لينا هما، ما عيطش هوايا، ما عرفتش، ما هو في الاول ما عرفوش، حتى هو حتى الصباح عاد عرف بلي راه هوايا، راه شافو مني مات. وهذاك السيد اللي ضربو راه لا اله الا الله، يعني هو كان اصلا هو كان مبلي بالكور، يعني هو كان تيمشي مبلي بالكرة، اي اسما تيمشي ليه اي ماتش ليه. وهذا بالضبط هاد السيد اللي ضربو دابا حارث كان عزيز عليه، كان تيعجبو هو ودا ليه عمره، وفي الاخر تيقول لهم متشرد، ما يمكنش ما يقولش ليه متشرد، بعائلته وباه مو هو اللي هاز الدار، هو اللي هاز الدار باكملها، هو اللي هاز، هو اللي كيصرف علينا، هو اللي الكرا كلشي الحساب كلشي هو اللي هاز. نطالبوا ياخذوا لنا حقنا، هما ما غيرجعوش لينا ولكن ياخذوا لنا الحق. الناس المسؤولين وجلالة الملك يتدخل وياخذوا لنا الحق ديالنا، هما ما غاديش يرجعوا لينا ولو ما عرفت اش، ما غادي واخا ما عرفت اش، ولكن يتخذ الحق ديالنا، ياخذوا لينا الحق. خويا مزيان الله يعمرها دار، خذي من هنايا حتى فين ما بغيتي، هنا فين ساكنين ولا في اي بلاصه، سوليهم على هشام يقول لك هشام الله يعمرها دار. ها هما الناس هنايا، ها هما كلشي مفكر يتزوج هذا العام. سيدي كنت في القهوة هنا، كنت جاي تلاقينا مع ديك، تلاقيت مع المرسيدس في الصب بالضبط، فيراري كحلة جرار بارشو كضرب بيه في الأرض. أنا كنت هابط، فاش وصلت لقيت جوج الناس هنا واقفين الماطر كيغوتو في التليفون، الاكسدامات السيدة راه قتلو هذا وهرب. الوقيته اللي وقفنا معاه سميتو كيدور على البوليس، جاو البوليس مني سولهم قال لهم راه شدوهم هنا حدا الصب، قال لك راه أمين حارث هو اللي دار الاكسدا. لا الدري لقيناه مليح مضروب، راسو تشق من هنا، دري والكور الصبر ديالها ديرها منين جرينا حتى لحدا. داكشي اللي شفناه هو داك، ما حضرنا حتى شي حاجه اخرى. التليفون ديالو من هنا، هنا لا هنا هو اللي هذيك الشجره،
التليفون ديالو هنا فين شتت جمع واحد السيد وجابوا حطوا حداه. داكشي اللي شفنا داكشي اللي حضرنا ليه تقريبا 12 الليل على حساب الساعه اللي كاينه دروكا. الباح اخويا انا دايز من هنا حتى تبان ليا تبان ليا واحد تضرب واحد تضرب واحد الضربه حتى ديك الساعه حتى مشى مات الله يرحمه. شفت انا كنت غادي نيت للخدمه خدام شفت داكشي اللي وقع مع الوحده الدري مجموع تليفونه مشى ليه ضرب خايبه مسيد ضرب واحد الضربه خايبه ضربوا قال لك شي لاعب المنتخب مارت داك امين حارث مارت كيوقع واش خو ولا مارت شي تيقول خو شي تيقول هو مارت الله اعلم العلم لله ما عرفتش شكون اللي كان صايق. المهم شي تيقول خو شي تيقول هو اللي ضربو مارت هادشي غير هو في الحادثه اللي وقعت البارح بانه قالوا شي لاعب المنتخب الوطني بانه كانوا البح في لابيسين في نيكي بيتش وكانوا جايين بانه جوج سيارات نوع رونج روفر وسياره تاع امين حارث وقعت الحادثه من نوع مرسيدس بانه كانوا جايين مسابقين دازوا دوك جوج سيارات هما الاولين تلقى داك السيد قدام وهو اصطدموا. كيفاش توفى داك السيد رحمه الله؟ هزنا حنا البحث حتى تبان لنا الجوق هنايا وشافوه داك السيد مسكين بانه مات الله يغفرنا والاه كان واجه فوق الدراجه الناريه ديالو كان بغى يقطع هو اصطدموا هذاك السيد جيم كسيري كانوا مسابقين فهمتي بانه كانوا جا مسابقين هما هو اصطدم هذاك السيد.